هل هناك دعاء محدد أو محبب أن يذكر هذا الدعاء يوم عرفة؟ يعني هناك أدعية وهناك طبعا من المهم الإكثار بالتسبيح والذكر على سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل ويتعايش سيدنا النبي مع هذا اليوم وأفضل دعاء كان يجري على لسانه؟ أفضل دعاء كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يعني في الآية من عشرة أفضل عمل التكبير، لكن يجي من يوم عرفة التهليل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني لو قعدت يومك كله الفارق ما بين التكبير والتهليل، تهلل. التكبير هو عن أن تجعل كل شيء أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. أما التهليل لا إله إلا الله، توحد الله بالعبادة وتفرد الله بالعبادة وبالألوهية. أنا ربي واحد وإلهي واحد وأعبد إله واحد. بالعكس، اللي يكثر من التهليل في هذا اليوم الله تبارك وتعالى يعتق رقبته من النار. وهو زي ما النبي قال، اللي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كعتق رقبة، لكنه اعتق رقبة لله تبارك وتعالى. والذي يعتق، زمان ما كان في عبيد أو رقاب يعني، فاللي يعتق رقبة كأنه يعني ربنا يقول يا رب أنا اعتقت، فيا رب أعتقني من النار. فكون النبي يقول لك أكثر من قول لا إله إلا الله، عشان ربنا بيحب التهليل، ولما ربنا بيحب التهليل بيعتق العباد من أجل هذا التهليل. فعلى الإنسان في هذا اليوم أن يكثر من قول لا إله إلا الله، ويكثر من الدعاء، أي دعاء يطلع من قلبه ده بيكون جميل جدا. لكن يشترط في الدعاء أن ما يكونش فيه إثم ولا قطيعة رحم، يعني ما ينفعش يدعي بحاجة فيها قطيعة رحم أو إثم، بل يدعو أن يعتق الله رقبته، يدعو أن يغفر الله له، يدعو أن ربنا ييسر له أموره في الدنيا، ربنا ييسر له أموره في الآخرة، يدعو من خير الدنيا والآخرة كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يغتنم اليوم ده من أول، إن يوم عرفة بيبدأ من الظهر، ظهر يوم 9، ينتهي يوم عرفة لغاية فجر يوم 10، فجر يوم النحر. فدليل عظيمة جدا اللي كمان ليلة العيد. يعني يوم عرفة مش يوم نقضيه كرجالة أو كستات في البيوت، نظف البيوت ويشتروا وينشغلوا بأمور الدنيا، لا. يوم عرفة فرصة ذهبية، بس ده مهم برضو، مهم أكيد مهم لكن مش اليوم كله. لن تتكرر فرصة ليك كرجل أو كست أو كأولاد في البيت، لن تتكرر. على الأقل من الظهر للمغرب الواحد يقضيها مع الله، يعني يقطع العلاقة مع الناس، مع الخلق، ويتصل بالله تبارك وتعالى. من الظهر للمغرب، أيوة، دي أيام يعني وقت لا يعوض، من أفضل الأوقات عند الله تبارك وتعالى، من الظهر لغاية المغرب.